الصنباطي الموسيقار العربي الكبير وسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. أهلا وسهلا بالحبايب. يقول الصنباطي: سألوا المسافة اللي عشت مع أم كلثوم، قال لهم فوق 40 عام. قديش لحنت لها؟ قال لهم 300 340 350 لحن، ما بين طقطوقة وبين قصيدة وبين أغاني وطنية ودينية وقصائد وكلاسيكيات، ما خلى شيء للحن الصنباطي بالإضافة لأغاني الأفلام. فمنشوف عشق الصنباطي، العشق الحقيقي فعلا، أنه هو ملحن شرقي أصيل معود متقن خطير. قالوا له اختلفت مع أم كلثوم؟ قال لهم زعلنا سنتين، وبعدين دخلت أحد الشركات بدها تنتج أعمال لأم كلثوم، فكان رجع الوئام. قال لهم لكن أنا بعيد عنها وفي عايشة في فكري وجداني، وكل يوم بدي أسمع أغانية وألحاني بحبها. يعني هي زعلت وزعلوا، كل مين عنده تقل ما تنازلوا. يعني جابت له كلام، قال له معقول تغني هذا الكلام يا أم كلثوم من الكلام القصائد وتتهبطي على مستوى؟ أنت لازم تشيلي بالناس. فقال له أنت مش لازم تنزلي للجمهور، الجمهور هو اللي بيجيلك. فقالتوا يعني أنت بتشك في ذوقي؟ قال له لا بس أنا الكلام ده ما قدرش لحنه والله. فغابوا سنتين. وسألوا أيضا أم كلثوم تتدخل في الكلام وفي اللحن؟ قال لهم كنت عامل أقبل الليل، فأنا حبيت عملت مقطع كتير حلو على السجاء. قالت لا أنا مشتي هذا تعمله على النهوان. قال له طيب حاضر. وكانت أقبل الليل. أيضا يتحدث عن أغنية الأطلال للدكتور إبراهيم ناجي، قال له كلام غزلي صادق بصوت تاريخي لن يعوض ولن يتكرر، بلحن الصنباطي اللي الله سبحانه وتعالى اداني الإلهام الكامل باللحن ده. وحقيقة منشوف الأطلال، يعني مش بس هو اللي قال عنا أنه صاحبه، يعني فريد ملك الشرق، يعني شقيق الصنباطي بالألحان الشرقية الخالدة، قالوا شو اللحن اللي كانت استا بتتمنى؟ قالوا الأطلال. وأيضا السيد مكاوي، أيضا محمد عبد الوهاب. يعني ما في ملحن بيفهم في الموسيقى أو يعشق الموسيقى إلا ما اشتهى يكون له هذا اللحن. نرجع نفهم من الأستاذ الصنباطي أنه وضع ألحانه بكفي كله والأطلال بكفي. وهذا يبقى رأي الموسيقار العظيم رياض الصنباطي، ونحن كل واحد له رأي وله سمع وله ذوق. سألوا أنه بعد رحيل أم كلثوم؟ قالوا لا خلاص، ما حدا بيسكر فراغ أم كلثوم لا صوتا ولا حضورا. أم كلثوم حالة استثنائية في البشر، من حيث الثقافة، من حيث أخلاقها، من حيث روحانيتها. يعني زلمي أنه ماتت أم كلثوم كأني أنا مت معها. قالوا لا، قالوا لحنت لكن ما حد يعني بيذكرني حتى بأم كلثوم. فأنا كانت حياتي مع أم كلثوم. الصنباطي موسيقار عربي خالد، ألحانه لا تنتسى أبدا أبدا أبدا. وأم كلثوم الصوت العربي الأوحد بين نساء العالم العربي اللي أثبت حضورا وبصمة. وأخيرا حبايب، إن شاء الله نلتقي دائما على الجمال. لكم كل الحب، أهلا وسهلا بكم.